بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجنائز، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب الأمر بتسوية القبر. قال باب الأمر بتسوية القبر. قال عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب الأمر بتسوية القبر، أي ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. وتسوية القبور يقصد بها عدم ارتفاعها عن الأرض، يعني تستوي بالأرض، تستوي بالأرض، لكن تبقى هنا يعني مسألة في تحقيق المسألة أيضا، وهي استحباب إبراز القبر عن عموم الأرض وتسنيمه قدر شبر، وتسنيمه قدر شبر أو ما لا يجاوز الشبر، يسنم القبر بحيث يظهر حتى لا يطأه الناس، حتى لا يطأه الناس، فيسنم قدر شبر على ظاهر الأرض. أما أن تبنى القبور وتشيد فهذا حال أهل البدع والضلال والانحراف وقسوة القلوب والعياذ بالله. فذكر مسلم هذا الحديث. قال عن أبي الهياج الأسدي، أبو الهياج الأسدي هذا رئيس الشرطة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني زي كده وزير الداخلية في العصر الحديث. قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا أكلفك بتكليف كلفني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا تكليف من أمير المؤمنين إلى قائد الشرطة أو يعني وزير الداخلية بالتعبير العصري، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وهذا لحرمة التماثيل، وأنها إذا وجدت في حياة المسلمين فهذا يعني وجود مظاهر شرك في حياة المسلمين وفي مجتمعهم، ولذلك لا يجوز أن تكون هناك تماثيل لا في شوارع المسلمين ولا في بيوتهم ولا في ميادينهم ونحو ذلك. ولذلك وجب على الإمام أن يأمر بطمسها. وطمس التماثيل يكون بتكسير الوجوه ونحو ذلك، لا يشترط أن تكسر كلها، ولو أزيلت كلها لكان أفضل، لكن لو طمست الوجوه فإنها تكون عند ذلك يعني لا تأثير لها. لماذا؟ لأنها ستكون معيبة في هيئتها، ولذلك لا تعظم عند أهلها، لا تعظم عند أهلها. وتكسير التماثيل هذه مسألة تخضع للقدرة والعجز، سبحان الله العظيم، يعني مما يعني جاء في الخاطر الآن، هذا دليله نستدل به على الإخوة الطيبين بتوعنا اللي بيطلع يقول لك أنا لازم أنكر الظلم وأنا لازم أعمل. طب المفسدة أكبر والنفوس تزهق ويعتدى على الحرمات، يقول لك اسكت يا جبان. طب نقول أيها الشجاع اخرج إلى الميادين وكسر الأصنام،
اخرج الى الميادين الان وكسر الاصنام. انا ارى ان الاصنام اشد خطرا على المسلمين من الفواحش والذنوب والمعاصي. يعني الفيلم اشد والممثلة ونحو ذلك اشد ولا التمثال اللي في الميدان؟ عند اخواننا دول للاسف اكثرهم الفيلم اشد والبتاع ده والمشهد بتاع الممثلة اشد في نفسه. ليه؟ لانه عابد وليس عالم. وده الفرق بين العابد والعالم. العابد لما جاء القاتل يقول له أريد أن أتوب، قال له ماذا؟ مالكش توبة، مالكش توبة. هو من شدة بغضه للمعصية أغلق الباب على الرجل، باب التوبة. لكن العالم، هو العالم ما بيكرهش المعصية؟ وإلا ده العالم أشد كرها للمعصية من العابد، لأن الله شهد لهم بذلك، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخشى الناس. ومع ذلك العالم قال له افعل وكذا ولك توبة إلى آخره. وهذا هو الفارق. ولذلك بالمناسبة أنا بقول للإخوة حتى هو احتجوا عليهم الجماعة دول الطيبين بتوعنا دول اللي بيقعد مادد رجله في الجامع ويقعد يقول لإخوانه كفاية بقى ظلم مش عارف إيه وهو قاعد في الجامع. طب ما بتروحش تعمل ليه انت؟ ما بتروحش تعمل ليه؟ هو كلامه خلاص. ولذلك نقول له طيب اطلع على ميدان محطة الرمل في التمثال بتاع سعد زغلول قاعد فوق، ويطلع على مش عارف ميدان ايه وميدان ايه وميدان ايه، كسر التماثيل دي. مش التماثيل دي حرام؟ ساكت ليه عليها؟ مش ده سكوت عن الباطل، بل سكوت عن الايه؟ على مظهر من مظاهر الشرك، وهو وجود الأصنام في بلاد المسلمين. لكن هو هيناقض نفسه ليه؟ لأنه هو الجزء الخير اللي فيه اللي تربى عليه قبل كده هيناقض بيه نفسه دلوقتي، وهو إن هذه الأمور خاضعة للإيش؟ للقدرة والعجز، للقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. طيب اشمعنى أرواح الناس ودماء الناس ما بتحطهاش في الحسبة دي؟ اشمعنى أرواح الناس وأعراض النساء بترموها في التهلكة؟ ليه ما طلعش الإخوان المسلمين كسروا التماثيل والأصنام اللي في الشوارع؟ ليه ما طلعوش ليه؟ لا ده موضوع تاني، احنا مش عايزين نطلع بس من الدرس. ما طلعوش كسروا الأصنام والتماثيل ليه اللي في الشوارع؟ لموضوعين. إذا كان صادقين راعوا القدرة والإيه؟ والعجز والمفسد والمصلحة. وإذا كانوا الحاجة التانية اللي هي للأسف هي الحقيقة انه دي مش قضيتهم اصلا، مش قضيتهم الشرك ولا الشريعة ولا القصة دي اصلا، مش قضيتهم اصلا، لكن تجارة بأعراض الناس ودمائهم. الحقوا الاسلام هيضيع، الحقوا الاسلام هيروح، اطلعوا ولعوا في البلد باللي فيها. طب الاعراض دي مش والنفوس دي عندك مش ما تخضعش لحساب المصلحة والمفسدة والعجز والقدرة زي أمور تانية؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا قبرا مشرفا يعني بارز ظاهر عن الأرض إلا سويته. وهذا في زمن علي رضي الله عنه، ولم تكن القبور أبدا يومئذ وصلت إلى عشر معشار ما عليه القبور الآن من الارتفاع. الآن قبور المسلمين مرتفعة إلى أن صارت بيوت ومساكن، وإلا هناك مقابر في القاهرة اسمها مقابر الوزير، هي فعلا اسم على مسمى. تدخل هذه المقابر عبارة عن فلل، مش مقابر، دي فلل مثلا. وبالمناسبة كمان
طب تشييد القبور ده مش حرام؟ طب ما رحناش كسرنا ليه؟ ما رحناش شلنا القبور ليه وخليناها سويناها بالأرض؟ ما هو علي رضي الله عنه بيقول له أنا النبي صلى الله عليه وسلم كلفني بذلك. ما رحناش ليه إحنا كمان شلنا الأبنية اللي فوق القبور دي وسويناها بالأرض؟ لأن الجواب لأن هذا يخضع للإيش؟ للقدرة والعجز وحسابات المصالح والمفاسد. أما يبقى في إمام زي علي بن أبي طالب ويبقى في وزير داخلية زي أبو الهياج الأسدي، يبقى ساعتها هتعمل أنت؟ هتعمل كده. إنما مفيش، يبقى لو رحت تعمل هتعمل إيه؟ مفسدة وليس مصلحة. مفسدة وليس مصلحة. النهارده لو رحت أنت كسرت الصنم اللي في الميدان الصبح هيعملوا كم صنم؟ 10. الصنم اللي أنت كسرته هيعملوا 10. يلا. مش كده؟ القبور اللي أنت لو حاولت تسويها هيتعمل إيه؟ فيلا المشيدة في القبور، وغيره وغيره وغيره. وهم نفسهم دول دلوقتي اللي عاملين كده، أو جزء منهم يعني اللي هم بتوع الجماعة الإسلامية تحديدا، هم نفسهم اللي كانوا في الثمانينات بيعملوا كده ورجعوا بعد كده قالوا احنا فعلا كنا في ضلال وخطأ، كنا بنروح نولع نوادي الفيديو ونكسر السينمات والمسارح، وكان لما احنا نقول لهم اياميها المسرح اللي انتوا بتكسروه بيعملوا ايه بعد منه؟ بيعملوا مسرحين، مش كده؟ ونادي الفيديو الكحيان بيعملوا ايه؟ نادي فيديو افخم منه. إذن أنت بتأتي بالمفاسد، وأقروا بذلك وقالوا إحنا رجعنا وعملوا ما يسمى بالمراجعات، لكن رجعوا تاني وارتدوا على أدبارهم. نسأل الله العفو والعافية. قال ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الشاهد يعني من هذا الحديث أنه لا يجوز تشييد القبور ولا يجوز رفع القبور عن الأرض إلا كقدر شبر أو نحو ذلك، كنوع من تسنيم القبر، يعني ليبرز القبر عن الأرض بحيث يراه الناس فيعرفون أن هذا قبر. نعم. زي بالفعل المناطق الريفية دي، بس التشييد أيضا الموجود ده لا يجوز. تمام. هو السؤال ده عبارة عن إيه؟ بعض المناطق الريفية فبيعملوا المقابر في الأرض الزراعية. الأراضي الزراعية مجرد ما تحفر بس شبرين تطلع مية، فلو وضع الموتى في الأرض هذا إضرار بالميت، ولذلك هم يجعلون القبور على سطح الأرض، على سطح الأرض. لا مانع أن يتعمل القبر، يتعمل له أرضية ويتعمل على سطح الأرض ويغطى بعد ذلك بغطاء، لكن بغير تشييد، بغير تشييد. ثم قال باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، والتجصيص هو الدهان، دهان القبر، تلوين القبر يعني، وأشهره ما يعرف به عندنا ب ما يسمى بالجير ونحو ذلك. فالتجصيص أن يدهن القبر، يلون القبر، وعادة ما يكون لون أبيض أو نحو ذلك. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. وأن يقعد عليه هذا بين العلماء على الحرمة أو الكراهة، على الحرمة أو الكراهة، إنه القعود على القبر على التحريم ولا على الكراهة، يدور بين هذا وذاك عند العلماء. وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه
القول بالحرمة للقعود على القبر أقرب، القول بالحرمة للقعود على القبر أقرب والله أعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فهذا الترهيب الذي فيه ضرب المثال على حالين كلاهما يكرههما الإنسان فيه ما يقوي القول به الحرمة والله أعلم. وأن يبنى عليه، لا يجوز البناء على القبر وهو التشييد، سواء شيد القبر ذاته أو بني عليه مسجدا أو نحو ذلك. ولذا فإذا بني على القبر مسجد فالصلاة فيه لا تجوز، فالصلاة فيه لا تجوز، على الخلاف المشهور بين العلماء في صحة الصلاة، في صحة الصلاة. فمنهم من أبطلها وقال تقع باطلة، ومنهم من قال يأثم وتقع الصلاة أو وتصح الصلاة، يأثم الفاعل مع صحة الصلاة، مع عدم الاختلاف في أن من صلى بقصد القبر بطلت صلاته، أن من صلى بقصد القبر إنه جاي يصلي في البقعة دي قاصدا القبر فهذه باطلة لما يشوب الصلاة من شرك والعياذ بالله. ثم قال: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة إليه. قال عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور، هذا صريح في النهي عن الجلوس على القبر، ومما يقوي القول بالتحريم أيضا، وإن كان الحديث السابق يعني أشد في ذلك. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا فيه النهي عن الصلاة إلى القبور وعلى القبور. إلى القبور يفهم منها الجهة، أي لا تقصد القبور بالصلاة. فإن قام إنسان يصلي فكان القبر في جهة القبلة فإنه يكره له هذه الصلاة، وبعض العلماء يحرمها وبعض العلماء يبطلها. يعني إن جاء يصلي فصلى في جهة القبلة وفكان في جهة القبلة القبر فإن العلماء يختلفون في صحة الصلاة، والأقرب الكراهة، لكن عليه أن يجتنب ذلك. وإلا فكان أنس يصلي رضي الله عنه ولم يكن يدري أن أمامه قبر، فمر به عمر فقال: القبر القبر، فتنحى عنه فتنحى عنه. قال: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه. قال: فأنكر الناس ذلك عليها. قال: فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. باب الصلاة على الجنازة في المسجد، يعني ما جاء في مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد. وهذا لأنه هناك من العلماء من منعها في المسجد، من منعها في المسجد، وقالوا بأن الصلاة في المسجد، أي صلاة الجنازة يعني في المسجد، لا تجوز، واستدلوا بحديث وهو: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. حديث رواه أبو داود لكنه حديث ضعيف جدا، ولذلك هذا الذي رد به الجمهور، أن هذا الحديث
الذي احتج بها أبو حنيفة رحمه الله وبعض العلماء في منع صلاة الجنازة في المسجد حديث ضعيف جدا. والصحيح قد ثبت بما يدل على جواز الصلاة في المسجد أي صلاة الجنازة، وهذا هو الحديث الذي بين أيدينا. قال عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد. سعد بن أبي وقاص لما مات رضي الله عنه، وطبعا كان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلة كبيرة، قال فأمرت عائشة يعني أن يمر بجنازة سعد في المسجد. لماذا؟ لأجل أن يتيسر لها أن تصلي عليه رضي الله عنه. قال فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها. بيت عائشة، حجرة عائشة ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا بجنازة سعد في المسجد وصلوا عليها في المسجد فإنها سيتيسر لها أن تصلي على الجنازة. قال فأنكر الناس ذلك عليها، يعني بعض الناس قالوا كيف نصلي في المسجد ونحو ذلك، وكأن الأمر في هذه الأيام كان مشتهرا بين الناس أن يصلوا في خارج المسجد. فقالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس، أنتم نسيتوا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، وهذا دليل على جواز صلاة الجنازة في المسجد. وإن كان فعلها خارج المسجد مشروع، وبعض العلماء يميل إلى الأفضلية، يعني الأفضل داخل المسجد ولا خارج المسجد. هذه الأفضلية في الحقيقة مقرونة بما إذا كان هناك مكان مخصص للجنائز. إذا كان هناك مكان مخصص للجنائز خارج المسجد خلاص يبقى الصلاة عليه خارج المسجد أفضل، ولا بأس ولا شيء بالصلاة عليه في المسجد. ثم قال باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، يعني ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك. فهذا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع، يعني هذا في الغالب وخصوصا في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أيامه الأخيرة يخرج كثيرا إلى مقابر البقيع فيدعو للمؤمنين من أهلها. قالت فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وكأنه فيه كذلك والله أعلم تحرز من وجود بعض المنافقين بين المؤمنين في قبورهم، وإلا ابن سلول مدفون فين؟ في بقيع الغرقد. ابن سلول مدفون في بقيع الغرقد، يعني مقابر بقيع الغرقد سميت بهذا الاسم لأنه كان فيها غرقد، لأنه كان فيها غرقد، والغرقد نبات معروف يعني بيخرج كده في الأرض، فكان موجود في هذا المكان في أوله. نعم. قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا، يعني أتاكم ما توعدون غدا، يعني هذا الذي كنتم به
تنذرون وتخبرون أنه سيأتي يوم يجتمع الناس فيه لرب العالمين، وأن هذا اليوم يبدأ بالقبور. قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني كلنا سنموت وكلنا سنكون معكم ومثلكم. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قال: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء أيضا للأموات عند زيارة القبور. باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. فهذه الأحاديث فيها فضل الدعاء للأموات، فيها استحباب الدعاء بهذا السياق أو هذا اللفظ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور، فيها كذلك استحباب زيارة بقيع الغرقد أو مقابر بقيع الغرقد عموما لكل إنسان. ولذا فإنه يستحب للمعتمر والحاج وغيره إذا زار المدينة أن يزور مقابر بقيع الغرقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الزيارة لها ويدعو للمؤمنين، ولا سيما وأن بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. وفي الحديث أنه أذن له في ذلك، أذن له في ذلك ولم يؤذن له في الاستغفار لها. ولذا مما يؤخذ من الحديث النهي عن الاستغفار للمشركين، النهي عن الاستغفار للمشركين. وفيه كذلك جواز زيارة قبور القرابة المشركين، جواز زيارة قبور القرابة من المشركين ما لم يكن فيها طبعا كفر ظاهر ونحو ذلك فيؤذي الإنسان، كقبور المشركين في هذا الزمان يعني مليئة بالصلبان والمظاهر الشرك الفظيعة جدا. نعم، ففي الحقيقة إذا كان قبور المسلمين في الزمن الحالي قلت فيها العظة، فكيف بقبور المشركين؟ ولا سيما وأن قبور المشركين كما ذكرنا صارت يعني كدور الأحياء، يعني تجد المشركين قبورهم نجيلة فرش زرع وصلبان وتشييد وكذا، فأي عبرة سيأخذها الإنسان من هذا المكان؟ فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفيه استحباب زيارة القبور عموما حتى قبور الكفار إذا كان فيها عبرة، إذا كان فيها عبرة أو قبور الكفار فيها عبرة لا مانع من زيارة القبور كنوع من الاتعاظ. هؤلاء كانوا يوما يفعلون ويفعلون ويفعلون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ثم قال: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. قال عن جابر بن سمرة قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه. هذا الرجل جاء خبره في حديث آخر، وبوب له الإمام مسلم في غير كتاب الجنائز بما معناه لا أذكر نص اللفظ، يعني باب في أن المنتحر إذا مات على التوحيد فليس بكافر، فليس بكافر. وذكر حديث هذا الرجل، وهو أن هذا الرجل كان قد مرض مرضا شديدا واشتد به المرض، فحتى أيس من مرضه، فأخذ مشاقص وقطع يعني يده فمات. والمشاقص جمع مشقص، وهو السهم العريض، السهم العريض معروف، السهم اللي بيضرب بيه لكن يكون له شق عريض، فقاطع بها عروقه أو نحو ذلك. فرآه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا فلان، ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي، غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث يعني أن الرجل الذي رأى المنام قال: يا رسول الله، ورأيته يضع يده خلف ظهره، فقلت: يا عبد الله، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. الشاهد يعني من الحديث أن هذا الرجل لم يكفر، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فهذا هو نفس الرجل والله أعلم. قال جابر: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه يوم صلاة الجنازة. وهذا جعل بعض العلماء يقول بعدم جواز الصلاة على قاتل نفسه، عدم جواز صلاة الجنازة على قاتل نفسه. والصحيح جواز الصلاة، الصحيح جواز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ترك فقد فعل أصحابه فصلوا عليه، فهذا دليل على الصلاة على قاتل النفس أو قاتل نفسه يعني. ولكن في الحديث أن أهل الفضل وأهل العلم وأهل الدين والصلاح ونحو ذلك من الكبراء يتركون الصلاة عليه زجرا لغيره، زجرا لغير الناس، لما يلاقوا العلماء ما بيصلوش عليه والأفاضل لا يصلون عليه فينتهون عن ذلك ويخافون. فهذا هي المسألة، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، يعني يقصد بها العلماء الكبراء أصحاب الفضل ونحو ذلك. هذا به ينتهي كتاب الجنائز، ونقف على كتاب الزكاة إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.